السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم الكرعين بالحمص. كنحتاجو فيها الكرعين ديال الغنمي، كنحتاجو واحد مطيشة كبيرة، كنحتاجو واحد جوج بصلات كبار ومشلضين هكا على الطريقة هذه، كنحتاجو كاس الزيت، كنحتاجو الربيع، شوية ديال الثوم، هي كتبغي الثومة شوية شي 7 ولا 8 فص ديال الثوم، كنحتاجو شوية الخرقوم وشوية ديال الزعفران، شوية ديال التحميرة والملحة وشوية ديال السودانية مع الكمون وشوية ديال البزار. نتلاقاو نوريكم الطريقة ديال الطبق. نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله. كنوضعو الكرعين، كنزيدو عليهم البصلة، كنزيدو مطيشة، كنزيدو الربيع والثومة، وكنضيفو كاس ديال الزيت، كيجيو غزالين. الطبق معروف به المغاربة بزاف، كياكلوه عدة مرات في السنة، مكاينش اللي ما كيبغيهش. وكنمرقو، وكنخليوهم يطيبوا شويه بعدا كينه، عاد كنزيدو عليهم الحمص. نتلاقاو باش نوريكم المرحله الثانيه. وانا بعد ما قفلت عليهم طنجره الضغط، هما دابا طابوا لي الكريوعات ديالي. هاد الكريوعات كيجيو رائعين، خصوصا حنا مقبلين على فصل الشتاء، كيجيو روعه روعه ما نقول لكمش، مع الكين كيجيو يا سلام. دائما مع قناتي حنان الطبخ العصري والتقليدي كما كتشوفوا. كنزيدوا واحد تقريبا كاس الماء، الجهد اللي يطيب فيه الحمص. الحمص انا عندي نقعته وحيت له الجلده ديالو، يعني مفرك، يعني ما يحتاجش بزاف ديال الوقت. نتلاقاو في التقديم النهائي. وها هي النتيجه النهائيه ديالنا. كما كتشوفوا دابا الفرقشات ديالنا جاوا معلكين ومعسلين، زينتهم شويه ديال الزيتون احمر. يمكن لكم تبدلوا الكرعين ديال الغنمي بكرعين البقري، يمكن لكم تبدلوا الحمص باللوبيا، كيجيو رائعين جدا. ثم كتشوفوا هذه الاكله محبوبه بزاف عند المغاربه، ثم كتشوفوا رائعه جدا. البنات ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. كنتمنى لكم اوقات ممتعه.